واحد الشخصية اللي هي قديمة بزاف كيحبوها كاع الأولاد اللي كانت في عام 1982 وكيحبوها كاع الأولاد اللي هي شخصية النمر المقنع. كيف العادة غناخدو ورقة وقلم وغادي نرسمو شخصية النمر المقنع خطوة بخطوة. الرسم هو الحاجة زوينة ماشي صعيبة، فاش كتبعو معايا خطوة ديال الرسم ديال شي شخصيات غادي ترسمو الرسمة ديالكم أو الشخصية ديالكم بسهولة. خليونا نبداو 1 2 3 ليتس جو. لن أيأس أبدا، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشرور. حلبة المصارعة ملتقى الأبطال، فيها زوايا أربعة مشدودة الحبال، لها مجد قديم وتاريخ عظيم، صغيرة لكنها دنيا من الآمال. لا يكون الفوز فيها إلا للأبطال، رياضة المصارعة ليست للأشرار، من يفوز فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور. هيا نخلص معا الحلبة من كل الشرور.
ودابا غادي نوريكم نتيجة ديال الرسمة ديالي النهاية. كنتمنى الفيديو يكون نال إعجاب ديالكم، وانتما تكونوا تبعتوا معايا خطوات ديال رسم الشخصية نامي المقنع. كنتمنى أصدقائي إلى فيديو آخر إن شاء الله.